أهلا بكم في الجولة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. حشود وترقب، الولايات المتحدة تواصل الدفع بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة، وبلينكن يتوقع هجوما على إسرائيل في غضون يومين. لمناقشة تطورات الشرق الأوسط، اجتماع لبايدن مع مجلس الأمن القومي الأمريكي اليوم، وتل أبيب تبحث شن هجوم استباقي ضد إيران. هجوم بالمسيرات، حزب الله يعلن استهداف مقر عسكري في الجليل الأعلى ويؤكد مقتل وإصابة جنود إسرائيليين فيه. قال مسؤول الاتصالات في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن بلاده تواصل إرسال قوات إضافية إلى المنطقة، وأضاف أنه يتعين على القوات الأمريكية التأكد من أنها مستعدة ولديها القدرات الكافية لمساعدة إسرائيل والدفاع عن مصالح واشنطن. انظر، عندما يقول المرشد الأعلى إنه سينتقم، يتعين علينا أن نأخذ هذا على محمل الجد. الآن لا أعرف ماذا سيفعلون أو متى سيفعلون ذلك، لكن يتعين علينا أن نتأكد من أننا مستعدون وأننا نمتلك القدرات في المنطقة التي تمكننا من مساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وبصراحة الدفاع عن شعبنا ومرافقنا ومصالح أمننا الوطني. نقل موقع أكسيوس عن ثلاثة مصادر قولها إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أبلغ نظرائه من دول مجموعة السبع الكبرى أن إيران وحزب الله قد يبدأان مهاجمة إسرائيل في غضون يومين. ووفق المصادر فإن بلينكين قال إن بلاده لا تعرف التوقيت الدقيق للهجوم، وإنه من غير الواضح ما شكل الرد الذي سيكون عليه الهجوم المحتمل. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن بلينكين أخبر نظرائه في مجموعة السبع أن الولايات المتحدة تبذل جهودا لكسر دائرة التصعيد، في حين ناقش الوزراء الآخرون الحاجة الملحة لتهدئة التوتر في الشرق الأوسط. قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجتمع مع فريق الأمن القومي اليوم لمناقشة التطورات في الشرق الأوسط. وذكرت فوكس نيوز أن الاجتماع سيجري في غرفة العمليات، علما أن هذه الغرفة تعتبر كمجمع لإدارة الاستخبارات وتقع في الطابق الأرضي في مبنى البيت الأبيض. أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لنظيره الإسرائيلي يوف جالنت على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد تهديدات حزب الله اللبناني والحوثيين وما وصفها بالجماعات الإرهابية الأخرى المدعومة من إيران. وفي منشور على منصة إكس كتب أوستن أنه ناقش مع نظيره الإسرائيلي جالنت تحركات وتموضع القوات الأمريكية في الشرق الأوسط وأهمية التركيز على حمايتها. وأضاف أوستن أنه شدد على أهمية تهدئة التوتر في المنطقة، مشيرا إلى دعمه لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإعادة المحتجزين الإسرائيليين. عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا لرؤساء الأجهزة الأمنية لبحث التحضير للهجمات المحتملة من إيران وحزب الله اللبناني. وقال تقرير القناة الثانية عشرة الإسرائيلية إن الاجتماع لم يخرج بصورة واضحة لطبيعة الهجمات التي تواجهها إسرائيل، إلا أن المؤسسة الأمنية تبحث احتمالية اتخاذ إجراءات أو هجمات استباقية تشنها إسرائيل على لبنان أو مناطق أخرى، وذلك إذا اقتضى الأمر بحسب ما أوردت القناة. قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن تل أبيب تعيش حالة تأهب تحسبا لهجوم محتمل من حزب الله اللبناني وإيران ردا على اغتيال إسماعيل هنية. ونقلت صحيفة معاريف عن مسؤولين أمنيين أن وحدات الاحتياط في جميع أرجاء إسرائيل وخاصة بالشمال في حالة تأهب قصوى وتستعد لمحاولات تسلل وسيناريوهات غير متوقعة،
من جانبه قال موقع والا الإسرائيلي إن هيئة الأركان أمرت بتعزيز القوات التابعة لقيادة الجبهة الشمالية ورفع درجة التأهب. توعد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الذي تتهم بلاده إسرائيل بقتله في طهران. وقال بازشكيان خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني أيمن الصفدي في طهران إن اغتيال هنية خطأ صهيونيا جسيم لن يمر من دون رد، مضيفا أن هنية اغتيل وهو ضيف لدى طهران، معتبرا ذلك انتهاكا للقانون الدولي وطالب من العالم إدانته. من جانبه قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إن إسرائيل ستتلقى ردا قاسما. وللمزيد من التفاصيل والتصريحات تنضم إلينا من القدس المحتلة مراسلة التلفزيون سوريا ريم العمري، وأيضا أرحب بضيفي العميد ناجي ملاعب من بيروت الخبير الأمني والاستراتيجي. مرحبا بكم. سأبدأ معك ريم حول آخر التصريحات وأيضا اجتماع الأمس لنتنياهو والاتصالات التي تحصل بين المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين حول تفاصيل الضربة الإيرانية. نعم ديما، بالحقيقة آخر التصريحات هي المتعلقة بهجوم مسيرات من حزب الله فجر هذا اليوم حتى صباح هذا اليوم، وهجوم آخر أيضا من قبل إسرائيل على مناطق في الجنوب اللبناني. التصريحات الأخيرة هي من الجيش الإسرائيلي والتي تفيد بإصابة جندي وضابط إسرائيلي بجروح متوسطة وخطيرة نتيجة سقوط الصواريخ على مواقع في شمال البلاد، لكن حزب الله يفيد بأن هناك قتلى قد سقطوا جراء هجوم المسيرات الذي انطلق في ساعة متأخرة من ليلة أمس. المشاورات الأمنية، التقديرات الأمنية، الجلسات الأمنية لم تتوقف في إسرائيل، هناك اجتماعات على مدار الساعة. نتنياهو قال سنواجه أي هجوم علينا سواء من إيران أو من حزب الله. السيناريوهات والتقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن الجبهات التي ستواجهها إسرائيل هي من 5 جبهات، من إيران وأيضا من حزب الله وربما من اليمن، سيكون هناك رد من الحوثيين، أيضا من العراق ومن قطاع غزة. هذه الجبهات التي تستعد إسرائيل كما تقول لمواجهتها بكل سبل والاستعدادات، فهي في حالة استنفار عالية جدا. نعم. أعدت مقر طيب ريم، ما تفاصيل الهجوم الاستباقي محصن ضد كل أنواع الأسلحة الثقيلة تحت الأرض؟ نعم، إسرائيل لا زالت تحتاج إلى الضوء الأخضر من الولايات المتحدة، وهذا ما كنت سآتي إليه، بأن هناك خلافات بين بلينكن وبين نتنياهو حول أن إسرائيل تود أن تقوم بضربة استباقية قبل أي هجوم إيراني متوقع، لكنها لم تأخذ الضوء الأخضر بعد من الولايات المتحدة التي بدورها تخشى أن يكون هناك حرب طويلة أو حرب لا تتوقف طويلة المدى، وتخشى من أنها لا تستطيع أن تحشد تحالفا دوليا للتصدي لهذا الهجوم. لكن اليوم صباحا تم وصول شحنات من الأسلحة الثقيلة جدا على متن السفن، حيث وصلت قنابل، هذه القنابل الأمريكية تدعى MK-83، وهي تزن القنبلة الواحدة نصف طن تقريبا كدعم عسكري أمريكي لإسرائيل. لكن للآن هذه الضربة الاستباقية لم توافق عليها الولايات المتحدة، والتي طلبت من نتنياهو أن تبقى على اتصال وعلى يعني أن تقوم إسرائيل بإعلام الولايات المتحدة بكل خطوة ستقوم فيها للتصدي لهذا الهجوم، وأن لا يأخذ نتنياهو أي قرار منفرد بعيدا عن الولايات المتحدة التي تمده عسكريا بالسلاح وتمده سياسيا. اليوم من المتوقع أن يصل مسؤول القيادة المركزية الأمريكية
إلى المنطقة هنا للقاء قادة الأمن ونتنياهو وتعزيز الاستعدادات للتصدي لأي هجوم متوقع خلال الساعات المقبلة. التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن الهجوم الإيراني سيكون خلال 24 إلى 48 ساعة إلى المنطقة، لذلك التحركات الدبلوماسية لم تتوقف، بالإضافة إلى أن صحيفة إسرائيل اليوم ذكرت بأن كل من بريطانيا وفرنسا، البحرين، الإمارات، أمريكا كلها مستعدة بطائرات للتصدي لأي هجوم إيراني متوقع على إسرائيل. إذن إسرائيل في هذه الأوقات تقوم بحشد دولي وأيضا دعم بالأسلحة من أجل التصدي لهجوم إيراني. لماذا؟ لأن جميع التقديرات ديما تقول بأن هذا الهجوم سيكون كبير بحسب الأخبار المتداولة والتقديرات، هجوم كبير قد يستهدف مواقع عسكرية وغير عسكرية أيضا، بالإشارة أنه قد يستهدف هذا الهجوم مواقع للمدنيين أو قد يقع هناك مدنيين قتلى نتيجة هذا الهجوم. لكن التقديرات الإسرائيلية تتحدث أيضا عن رد حزب الله بأنه قد يستهدف مواقع عسكرية وسط البلاد وشمالها، ولكنه غير قادر على استهداف البنية التحتية الاستراتيجية لإسرائيل مثل مناقب البترول، لأنه حزب الله يعلم بأن إسرائيل على كل حال إذا ضربت البنية التحتية فإن القراءة العسكرية بلا كهرباء. شكرا. لسنوات طويلة. نعم. أعود إليك عميد ناجي وأرحب مجددا بحضرتك. إذن بحسب التصريحات حتى الآن إيران يعني تتحدث أو تهدد ربما بأن هنالك رد سيكون جديدا ومفاجئا هذه المرة، وبالتالي إسرائيل تستعد لسيناريو حرب واسعة. بحسب قراءتك العسكرية، هل هذه المرة سيكون شكل الرد مشابه للرد في نيسان الماضي؟ صحيح، يعني يجب المقاربة ما حصل في نيسان الماضي مع ما ممكن أن يكون هذا الرد اليوم. في نيسان الماضي تنفرت طهران مراكز كثيرة في البلاد وأسلحة جديدة صاروخية مداها طويل، وكذلك مسيرات لم تستخدمها سابقا مداها طويل، بوجود دعم غربي كبير، تحالف غربي في البحر الأحمر، واستعداد غربي كبير لصد هذه الهجمات، وحتى المستويات الثلاثة في الدعم الصواريخ الجوية، صواريخ الدفاع الجوي الإسرائيلي، سواء الحيتس أو مقلاع داود أو حتى القبة الحديدية، كلف فقط في إسرائيل مليار و200 مليون دولار هذا الرد، هذا يعني الدفاع باعتراف صحيفة معاريف، وكذلك الرد الأمريكي وحتى الباتريوت والرفال التي انطلقت من الأردن الفرنسية. يعني هذه السليات 280 سلية صاروخية مع مسيرات يعني قذفتها إيران، وصل منها إلى مطار النقب وجرى تدمير 3 أبنية في النقب و4 طائرات شحن، ووصل منها إلى الجولان. يعني رغم كل هذا الاستنفار ورغم الإعلان المسبق أن هناك يعني قبل بيوم أعلنوا أنه سنقوم بالرد غدا، يعني مثل يعني أعلنت عليك حبي يعني على طريقة غادة السمان، يعني قبل بيوم أعلنوا، ولكن رغم هذا كله وصلت بعض القذائف اليوم. يعني ما هو منتظر إذا ما كانت فعلا طهران تصرح أنها استطاعت الوصول إلى صواريخ الفرد صوتية الإيبرسونيك اللي هي من مرات سرعة الصوت ولم تستعملها سابقا، إذا ما استعملت هذه الصواريخ، إذا كانت فعلا تمتلك كما صرحت واستعملت، يعني هناك وصول لصواريخ إلى إسرائيل بشكل مؤذي. طيب. ولا يستطيع التعامل معه لا الباتريوت ولا غير الباتريوت، كما شاهدنا بروسيا مثلا، الطلقات التي أطلقت من روسيا باتجاه أوكرانيا بهكذا نوع من الصواريخ، صواريخ الكنجال. طيب بتقديرك عميد ناجي، من يمكن أن يشارك في هذا الرد؟ من أي دول يمكن أن تنطلق أو ينطلق هذا الهجوم؟ هل ربما الجبهة السورية ستكون مشاركة أيضا في هذا الرد؟ يعني الرد طبعا من طهران هو رد بعيد ومكلف وقيد المراقبة، ومراقبة قوية جدا من قبل الولايات المتحدة وكامل أسطولها وقيادة المنطقة الوسطى، ولكن من لبنان أو من سوريا كونها هذان
البلدان على تماس يعني مع الكيان المحتل، أعتقد أن الرد من قبل لبنان سيكون كذلك متزامنا إذا لم يكن مترادفا يعني أو ممهدا لهذا الرد الإيراني. وكذلك من سوريا، نعم هناك من خارج الجيش السوري هناك انتشار لقوى مرتبطة بطهران، ممكن أن تكون يعني تستخدم في هذا الرد من سوريا، طالما أن إسرائيل استهدفت مجد الشمس وطالما أن الجولان أصبح جزء من هذا السيناريو العسكري المحتمل. طيب، ولكن يعني كان هنالك حديث أو توصيات قيل إنها أتت من موسكو للأسد بعدم الانجرار مع الإيرانيين ضد الأسد، بتقديرك هل سيلتزم الأسد بذلك؟ يعني الأسد، نعم هناك لست أدري إذا ما كان كل الجيش السوري يأتمر بأمر القيادة النظامية، يعني هناك مشكلة كما تعرفين يعني وأنتم تعالجون هذا الوضع بشكل دائم. هناك من الفرقة الرابعة، هناك الفرق التي تابعة لروسيا مباشرة أو يعني ممولة ومدربة من قبل الروس، هناك فرق ممولة ومدربة من قبل الإيرانيين. أعتقد أن كجيش سوري لن يتدخل، ولكن القرار السوري بعدم السماح لقوى إيرانية بالتدخل، أعتقد أن هذا الموضوع ليس مطروحا، يعني القوى الإيرانية هي أقوى وقرارها أقوى بالتدخل من قرار الرئيس السوري. طيب، بالنسبة للدور الأمريكي والحشودات العسكرية الأمريكية إلى المنطقة، يعني هنالك من يقول بأنها تندرج فقط ضمن الاستعدادات أو ربما يعني وتهيئة أو لردع فعلا أي هجوم قادم من إيران، كيف تقرأ هذه الحشود والتحركات الأمريكية في المنطقة؟ يعني فلنعد إلى عندما جاء الرئيس بايدن إلى إسرائيل وبأساطيله وبحاملات الطائرات، وكان الهدف الأساسي الذي أعلن في الولايات المتحدة هو تأمين عدم تدخل أي قوة في العملية الإسرائيلية الانتقامية على غزة. ولكن بعد فترة شهدنا أن تدخل اليمن بهذه الطريقة ضد السفن التجارية ألزم الولايات المتحدة بقيام تحالف لوقف هذا التدخل، وبالتالي ما زال يعني لم يمنع كل وجود هذا التحالف لم يمنع الصليات الصاروخية من اليمن. اليوم نحن أمام وضع جديد، ليس فقط للدفاع عن إسرائيل أو حتى لعزل أي تدخل خارجي، اليوم هو للمشاركة. رأينا رئيس قائد القوى الأمريكية الوسطى في غير قيادة المنطقة الوسطى في البحرين، كان منذ يومين في إسرائيل واليوم يعود إلى إسرائيل وينسق بشكل كامل العمليات مع السفن الموجودة سواء في البحر الأحمر أو في التي استخدمت إلى المتوسط. ولكن الخوف أن تكون أمريكا شريكة في هذه المرة وليست فقط للدفاع عن إسرائيل. إذا ما يعني كان هناك وضع مؤلم لإسرائيل، سأعتقد أن سيكون ردا أمريكيا من قبل السفن التي استحضرت إلى المتوسط. طيب، قراءتك لهذه التحذيرات التي شهدناها من عدة دول، تحذيرات لرعاياها من السفر سواء إسرائيل أو إلى لبنان، هل فعلا هذا الهجوم الإيراني يستدعي كل هذه التحذيرات والمخاوف من قبل الدول الأخرى؟ من قبل البريطانيين والأمريكيين، كون سفنهم موجودة في المكان، وأي يعني غلطة أي استهداف لأي سفينة كما قلت لك سوف يشاركون. إذا ما اشتركت هذه السفن في الحرب وطورت يعني الحرب بهذا الاتجاه، أعتقد أن التحذير هو في محله حتى لو كان هناك احتمال 1% من إصابة أي سفينة. ولكن الدول العربية التي سحبت رعاياها أو أبلغت رعاياها بالخروج أو الأوروبية ليست المرة الأولى، يعني هذه عاشر مرة يقولون لرعاياهم أن أخرجوا من لبنان. لا أعتقد هناك رعاية في لبنان لهذه الدول، وهذا يعني منطق دبلوماسي أكثر مما هو منطق مشاركة في حرب أو دفاع كما تقوم به بريطانيا وأمريكا. طيب، أعود إليك ريم، يعني حول يعني بلينكن يتحدث عن أو يتوقع هجوما على إسرائيل في غضون يومين، كيف هي الاستعدادات أو الأصداء الإسرائيلية لديك على هذا الصعيد؟ نعم، لا زال شبح الرد الإيراني يخيم على إسرائيل
في كل الجبهات وفي كل الأماكن، يعني على صعيد الشوارع، على صعيد المراكز والمؤسسات الأمنية وما إلى ذلك. بلينكن قال أن الرد سيكون خلال 24 إلى 48 ساعة، وفي هذه الأوقات وفي 24 ساعة الماضية تحاول الولايات المتحدة حشد أكبر قدر ممكن من الدعم العسكري والسياسي لإسرائيل للتصدي لهذا الهجوم. بلينكن والولايات المتحدة طلبت من إسرائيل وتحديدا من نتنياهو أن يضع نتنياهو الولايات المتحدة في كل خطوة ستقوم بها إسرائيل للتصدي والرد على هذا الهجوم، ومن ضمنها إذا كان هناك فعليا ضربة استباقية للرد الهجوم والرد على الولايات، الرد على إيران. طبعا هذا هو الخلاف الآن بين الولايات المتحدة وبين إسرائيل حول أي ضربة استباقية ممكنة. لكن على صعيد آخر وبالنسبة للاستعدادات الإسرائيلية العسكرية فهي على أتم الجهوزية كما أعلنت الحكومة الإسرائيلية. هناك مشاورات أمنية على مدار الساعة، اجتماعات إسرائيلية متواصلة في مقر الأمن، تحضير مقر للقيادة الأمنية الإسرائيلية تحت الأرض تجري فيه هذه الاجتماعات، وهو محصن ضد السلاح الثقيل وضد الضربات. لا زالت إسرائيل تحشد دعما دوليا، هناك دعم من فرنسا ومن بريطانيا، كما أعلنت الولايات المتحدة دعمها وإرسال، تم الموافقة على إرسال شحنات من الأسلحة الثقيلة وهي قنابل كما قلت تزن القنبلة الواحدة نصف طن. هذا الدعم العسكري سيتواصل حتى بدء الهجوم الإيراني على إسرائيل. هناك تعليمات للجبهة الداخلية للسكان بالبقاء بجانب الأماكن الآمنة وأيضا الملاجئ. تم إخلاء العديد من السكان في بلدات الشمال. تم أيضا الإعاز باقتناء هواتف تعمل على الأقمار الصناعية بالنسبة لوزراء الحكومة الإسرائيلية. تم التأكد من مخزون السولر أيضا والمولدات الكهربائية في حال تم استهداف البنية التحتية الإسرائيلية حتى لا تنقطع الكهرباء وقت طويل عن مناطق الشمال، لأن إسرائيل تتوقع أن يكون الاستهداف تحديدا الرد الإيراني لمواقع عسكرية وسط وشمال البلاد ولمواقع غير عسكرية. التقديرات الإسرائيلية تشير أن الرد الإيراني ربما يستهدف المدنيين، وفي حال فعليا استهدف مدنيين فإنه هناك تهديدات إسرائيلية بأنه حرب شاملة ستندلع في هذا الشأن. أما الولايات المتحدة فهي تخشى من أن تندلع حرب شامل، لذلك هي تلعب دور الداعم العسكري والسياسي لإسرائيل وبنفس الوقت الوسيط الذي يحاول أن لا تندلع حرب شاملة ولكن تحمي إسرائيل من أي هجوم إيراني متوقع. أما فيما يتعلق بالمسيرات التي انطلقت من الجنوب اللبناني من حزب الله، هي مستمرة حتى هذه اللحظة ديما. قبل قليل هناك جسم مشبوه، يعني قبل دقائق أعلنت المواقع الإسرائيلية أو وسائل الإعلام العبرية بأن جسم مشبوه تم رصده في منطقة نهارية في الشمال، ولكن دون أن تنطلق صافرات الإنذار. يتم التحقيق عن ماهية الآن هذا الجسم المشبوه. إذن هذه المسيرات منذ الأمس لم تتوقف. هناك حالة استنفار وتأهب كبير جدا وغير مسبوق. حالة الاستنفار العسكري الإسرائيلي تشير إلى أن هناك رد إيراني كبير جدا سيصل إلى المنطقة وغير مسبوق، على غرار الرد الذي كان في شهر إبريل حيث توجهت مسيرة إيرانية وصلت إلى البلاد. تقول التقديرات الإسرائيلية أن هذا الرد سيكون أكبر من ذلك، وقد يشمل صواريخ باليستية بعيدة المدى أو طيب. حتى صواريخ من نوع كروز أو مسيرات مقاتلة تطلق صواريخها في شمال ووسط البلاد. إذن استعدادات كبيرة للتصدي لهذا الهجوم، حشد دولي كبير ليس فقط من الولايات المتحدة بل محاولة حشد دعم دولي من الدول الأخرى مثل بريطانيا وفرنسا وأيضا دول عربية، كما ذكرت طبعا على ذمة المواقع الإسرائيلية مثل الإمارات وأيضا البحرين للتصدي لأي طائرات قد تمر من أجوائها
وللاستعداد للتصدي لأي هجوم إيراني طيب. محتمل. طيب باختصار لو سمحت عميد ناجي، إسرائيل تستعد لهجمات استباقية ولكن لم تأخذ حتى الآن الضوء الأخضر، هل يمكن أن تتجاوز إسرائيل أمريكا وتقوم فعلا بهذه الخطوة الاستباقية؟ يعني ملاحظة بسيطة، طائرة F-35 التي تقتنيها إسرائيل، لديها 50 طائرة من الجيل الخامس، باعت الولايات المتحدة منها إلى دول أخرى، ولكن استعمال هذه الطائرة يلزمه باسورد، يلزمه مدخل باسورد موجود في أمريكا. أما في إسرائيل من دون باسورد أمريكي تستطيع استعمال F-35، يعني لديها القدرة بعدم الرد الأمريكي، بعدم الاستماع لما تريده أمريكا، وهي تقدم على الخطوات وتلزم الولايات المتحدة بالدفاع عنها بأي خطوة. شكرا جزيلا لك العميد ناجي ملاعب، كنت معنا من بيروت الخبير الأمني والاستراتيجي، والشكر أيضا لريم العمري مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من القدس المحتلة. أعلن حزب الله في بيان أنه نفذ هجوما بمسيرات على مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة إليت الإسرائيلية، مؤكدا وقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي. من جهتها قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن طائرة مسيرة انفجرت قرب ملجأ في منطقة إليت هشاحر في الجليل الأعلى، ما أدى إلى إصابة ضابط وجندي أحدهما في حالة خطيرة. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بدوي صفارات إنذار بشكل متواصل وسماع عدة انفجارات في مناطق مختلفة بالجليل الأعلى. قتلا شخصان اثنان في غارة إسرائيلية على بلدة ميس الجبل جنوب لبنان وفق وزارة الصحة اللبنانية. وقال جيش الاحتلال إنه أغار خلال الساعات الماضية على مستودع أسلحة وبنى تحتية تابعة لحزب الله في كفر كلا، وقصف أهدافا أخرى في مناطق شبعة وراشية الفخار جنوب لبنان. كما أضاف الجيش أنه تصدى لهدف جوي أطلق من لبنان نحو منطقة الجليل الأعلى في الأراضي المحتلة. أشار أيضا إلى سقوط مسيرة مفخخة في منطقة مالكيا من دون وقوع إصابات. هذه الجولة مشاهدينا مستمرة معكم بعد الفاصل. كل مكان في بلدنا ولكل زمان، نعبر من خلال حكاياتنا أزقة المدن الضيقة إلى شوارع القرى الريفية. تفاصيل تاريخية مثيرة وعادات تراثية تتجدد مع مرور الزمان. نصغي لماضينا ونكتشف مع الناس حجم التناغم مع الحاضر. شخصيات أسطورية وأبطال عاديون، كونوا معنا كل أسبوع في حكاية البلد. من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا. بلسان عربي مبين، لا متنصل من التراث ولا بعيد من المعاصرة. نستعرض
نستقصي ثوابت المشهد الثقافي ومتغيراته، مخاطبين الأجيال كلها. ومتخذين من الأسئلة الناضجة طريقاً إلى العقول والقلوب في ضمائر متصلة. استنفار في لبنان، تزايد الدعوات الدولية لحث الرعايا الأجانب على مغادرة بيروت قبل الهجوم الإيراني المرتقب. بعد زيارته لطهران، وزير الخارجية الأردني ينفي حمله رسائل من إسرائيل أو إليها، والعاهل الأردني يبحث مع الرئيس الأمريكي اليوم التصعيد في المنطقة. في بيان تحذيري، دول مجموعة السبع تدعو إلى خفض التصعيد في المنطقة وتحذر من أزمة إقليمية واسعة. كثفت دول عربية وغربية بينها الولايات المتحدة وفرنسا والأردن والسعودية واليابان من دعواتها لرعاياها لمغادرة لبنان بشكل فوري، متخوفة من اندلاع حرب بين إسرائيل من جهة وحزب الله وإيران من جهة أخرى. كما حثت الحكومة البريطانية مواطنيها في لبنان على مغادرة البلاد على الفور، كما أعلنت سحب عائلات دبلوماسيها من بيروت بصورة مؤقتة. ودعت وزارة الخارجية التركية الرعايا الأتراك في لبنان إلى مغادرة البلاد إذا لم تكن هناك ضرورة لبقائهم نظرا لاحتمال تدهور الوضع الأمني بسرعة. من جانبه، أعلن وزير الخارجية السويدي تعليق عمل سفارة بلاده في بيروت وحث موظفيها على المغادرة إلى قبرص. بدورها، أعلنت سفارة التشيك في بيروت عبر موقعها عن إغلاق القسم القنصلي مؤقتا. كذلك دعت كندا رعاياها إلى تفادي أي زيارة لإسرائيل، وكانت طلبت نهاية حزيران من رعاياها مغادرة لبنان. وتنضم إلينا مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا من بيروت. أيضا أنتقل إلى إلاف قداح من باريس. مرحبا بكما. أبدأ معك مايا، وأبدأ من الاستنفار الذي نشهده في لبنان بحسب التصريحات حتى الآن. ما هي آخر التفاصيل سواء على صعيد التصريحات وعلى صعيد التحركات بين حزب الله وإسرائيل؟ نعم، خشية التصعيد العسكري المرتقب بين حزب الله وإسرائيل، يعني هناك كان مطالبات ودعوات لدول عدة في لبنان، دول معتمدة في لبنان، لسحب رعاياها ولمغادرة رعاياها فورا من لبنان، إذ طالبت اليابان بمغادرة رعاياها من لبنان فورا، أيضا السعودية فعلت ذلك. الخارجية السعودية كانت ليل أمس قد أصدرت بيانا تدعو رعاياها لمغادرة لبنان وعدم السفر إليه، وأيضا في السياق نفسه فعلت الولايات المتحدة الأمريكية منذ أيام، ثم عادت وركزت وكررت الدعوات للمرة الرابعة. ويعد يعد هذا الإنذار الرابع هو إنذار يعني بمثابة الإنذار الأكثر خطورة. وأيضا الخارجية البريطانية والإيطالية والسويد أيضا دعت رعاياها لمغادرة لبنان، أيضا كما العديد من الطيران، شركات الطيران كانت قد ألغت رحلاتها من وإلى مطار بيروت. كذلك البعض علق تحت إشعار آخر هذه الرحلات من وإلى مطار بيروت، إذ ليل أمس كانت الطائرة الأخيرة للخطوط الجوية الكويتية التي طالبت رعاياها بمغادرة لبنان. وأيضا الخارجية الفرنسية، أيضا الطيران الفرنسي في السياق نفسه، والعديد من شرك الطيران. ولكن فيما يتعلق في الوضع الميداني وفيما يتعلق في ما ستؤول إليه الأمور في الأيام المقبلة، بحسب ما
موقع إكسيوس، وبحسب أنتوني بلينكين كان من المتوقع أن يكون الرد من جانب حزب الله وإيران على خلفية مقتل واغتيال إسماعيل هنيه وأيضا فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت. كان من المتوقع أن يكون الرد فجر اليوم، ولكن هذا الرد لم يكن فجر هذا اليوم. من المتوقع بحسب التحليلات وبحسب المعطيات التي لدينا أن يكون فيما لو كان هناك رد أن يكون بعد غد، لأن غدا سيتحدث الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بكلمة متلفزة بعد مرور أسبوع على القيادة العسكرية التي اغتالته إسرائيل في حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت فؤاد شكر. غدا سيكون هناك كلمة، من المتوقع ومن المرجح أن تكون لهذه الكلمة وقعها في المنطقة، بما سيحدد مصير المنطقة، خاصة أن التهديدات الأخيرة هي كانت بوتيرة عالية أيضا من جانب حزب الله الذي كان على لسان نصر الله في أكثر من تصريح له مهددا إسرائيل بأن أي استهداف لبيروت أو للضاحية الجنوبية لبيروت أو أي من المنشآت اللبنانية سيكون الرد على تل أبيب. سننتظر الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة إن كان هذا الرد فعلا سيكون ردا على قدر هذه عملية الاغتيال التي حدثت والتي قامت بها إسرائيل لهذا المحور، أم أن الرد سيكون على شكل رد إيران في أبريل الماضي. ولكن كل الأوساط وكل المعطيات تشير لأن هناك رد حتمي لا مفر منه ولا محالة منه، وخاصة أن التصعيد سيد الموقف، أي أن بعد الغارة التي استهدفت القيادة العسكري في حزب الله في الضاحية الجنوبية تواترت وتزايدت وتيرة الغارات الإسرائيلية من جنوب لبنان إلى الضاحية الجنوبية أيضا إلى العمق اللبناني إلى الهرمل، وبالتالي ازدادت الغارات بشكل مكثف جدا، وكأن إسرائيل تريد أن تقول أن هذا استفزاز مباشر لإيران ولأذرعها في المنطقة بالرد، تحسبا لأي عدوان إسرائيلي قد يطرأ على لبنان. في الشارع اللبناني حالة من الخوف والترقب لما ستؤول إليه الأمور في الأيام المقبلة. بعد الشوارع بدت اليوم شبه خالية من المارة وشبه خالية من السيارات، وأيضا منذ قليل، اسمح لي أن أنوه بذلك، منذ قليل أيضا خرق الطيران جدار الصوت للطيران الحربي الإسرائيلي مدينة بيروت على علو منخفض وبشكل أيضا قوي جدا. الأمور تتجه بما تشير إلى الأسوأ، خاصة أن هناك تخوف كبير، وأن بعد يوم غدا الحديث الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله سيكون ربما تصعيد في المواقف، وأن غدا لنظره قريب لمعرفة الهيئة الجديدة للمنطقة إن صح التعبير. طيب أنتقل إليك إلاف حول آخر التصريحات الرسمية والمخاوف الفرنسية والدعوات من مغادرة لبنان فورا. نعم ديما، دعوات فرنسية وأوروبية عديدة من وزارات الخارجية تدعو الرعايا الفرنسيين وكذلك الإيطاليين والسويديين والبريطانيين ودول أخرى إلى ضرورة مغادرة لبنان بأسرع وقت ممكن، وأيضا دعوة للرعاية الأوروبيين بعدم السفر إلى لبنان أو إيران في الفترة المستقبلية، تخوفا من حالة تصعيد عسكري قد تحصل في تلك المنطقة خلال الفترة المقبلة. كما ذكرت أميلا مايا، بدأت وزارة الخارجية تصريحات عديدة قبيل أيام من هذا التصعيد، تحدثوا عن ضرورة مغادرة لبنان بأسرع وقت ممكن بالنسبة للرعاية الفرنسيين، والذين يقدر عددهم بحوالي 23 ألف مواطن فرنسي يعيش في لبنان حاليا، إضافة إلى الطلب من الفرنسيين بعدم السفر إلى لبنان حاليا، وأيضا إيقاف السفر بشكل مؤقت إلى إيران خوفا من زيادة هذا التصعيد بين الجانب الإيراني وميليشيا حزب الله من جانب، ومن بين الاحتلال الإسرائيلي من الجانب الآخر. أيضا كان هناك البارحة اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أكد الطرفان على ضرورة وقف وخفض التصعيد في المنطقة وعدم الوصول إلى حرب إقليمية في المنطقة. بعد هذه التصريحات وقبل هذه التصريحات بالنسبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئاسة الفرنسية ديما، كان هناك دائما استهجان من قبل الأحزاب السياسية اليسارية الفرنسية فيما يتعلق ب دور فرنسا، وخاصة أن لها دور كبير وتلعب دور رئيسي ومؤثر على السياسيين سواء في لبنان
أو في إسرائيل وعدم قدرتها على خفض التصعيد وإيقاف هذه المناورات العسكرية المستمرة بين الطرفين، بين ميليشيا حزب الله من جانب والاحتلال الإسرائيلي من جانب آخر، أو في مسألة إيقاف الحرب هناك في قطاع غزة، الحرب الإسرائيلية على المدنيين في قطاع غزة. هذا الاستهجان الكبير من قبل الأحزاب السياسية الفرنسية جاء بسبب وعود ماكرون السابقة التي تحدث فيها عن قدرته على إقناع الأطراف بضرورة الوصول إلى هدنة أولمبية قبيل بدء أولمبياد باريس، إلا أن أولمبياد باريس كما يشاهد الجميع بدأت وتستمر حتى 11 من هذا الشهر، إلا أن شيئا لم يتغير على الأرض، ما تزال هناك تصعيدات عسكرية، ما يزال هناك قصف إسرائيلي على المناطق اللبنانية ورد من الطرف الآخر سواء الإيراني أو ميليشيا حزب الله، وأيضا تستمر الحرب العسكرية الإسرائيلية هناك في قطاع غزة، وبالتالي هناك فشل كبير لرئاسة أو سياسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فيما يتعلق بالوصول إلى هدنة أولمبية يدعو فيها جميع الأطراف إلى وقف هذا التصعيد ولا وقف الحرب في قطاع غزة. وبالتالي فإن معظم هذه التصريحات التي جاءت على لسان وزارة الخارجية الفرنسية أو وزارات الخارجية الأخرى في السويد وإيطاليا هي فقط محاولات لحماية الرعايا الأوروبيين من هذه الحرب التي قد تشتعل في أي لحظة. وفي النسبة للسياسة الخارجية الأوروبية سواء الاتحاد الأوروبي ديما أو بالنسبة للسياسة الخارجية لفرنسا لم يستطع الطرفان من التوصل وإيقاف سواء هناك الحرب في قطاع غزة أو إيقاف التصعيد في جنوب لبنان أو في المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي. نعم. طيب مايا، سأعود إليك إلى يعني ذكرت قبل قليل بالتزامن يعني مع الكلمة المنتظرة غدا، ولكن حركة الشارع والأهالي في ظل هذا الاستنفار الكبير والمخاوف من الضربة الإيرانية، كيف تبدو اليوم الحركة، حركة الشارع في لبنان بشكل عام؟ نعم، كما ذكرت لك يعني ديما الحركة هي أقل من طبيعية. هناك شوارع في لبنان اعتدنا عليها أن تكون فيها الكثير من المارة والسيارات، هناك حالة من التخوف، حالة من الترقب لما ستؤول إليه الأمور في الأيام المقبلة. رصدنا في ساعات الصباح ومنذ قليل أيضا أن هناك حركة ضاغطة وكثيفة أمام الأفران، المخابز، وأمام أيضا السوبر ماركت، وأمام أيضا محطات الوقود، وبالتالي هناك تخوف من الأسوأ. اللبناني بشكل عام اعتاد على الحروب التي شنتها إسرائيل منذ اجتياح بيروت وحتى يومنا هذا، ولكن دائما ما يكون هناك تخوف مع أي حدث مرتقب، وخاصة أن فيما لو يعني انطلقت هذه الحرب وانطلقت شرارة حرب التوسيع، ربما تصبح هذه الحرب دون ضابط إيقاع وبالتالي تخرج عن السيطرة، على الرغم من أن الطرفان حاولاً بعدم أو يعني حتى التصريحات الإسرائيلية والتصريحات اللبنانية بأن لا نية لديهما بأن تكون هذه الحرب هي حرب إقليمية فقط، ضربات موجهة، ولكن يعني ربما تخرج عن السيطرة وربما تصل إلى حرب تشمل كل لبنان، وأيضا إلى حرب إقليمية، خاصة أن إيران على لسان علي خامنئي وأيضا على لسان أذرعها في المنطقة من حزب الله إلى الحوثيين هناك توعد بالرد، فيما لو كان فعلا هذا الرد سيكون ردا مرتقبا وسيكون ردا كبيرا أو مزلزلا إن صح التعبير، قد تخرج الأمور عن السيطرة وتصبح الأمور أكثر تعقيدا. وخاصة أيضا أن نصر الله تحدث في كلمته المتلفزة منذ أيام بأن قواعد الاشتباك قد تفرض يعني خطط جديدة، وبالتالي تم كسر قواعد الاشتباك التي تم الاتفاق عليها عام 2006 أبان حرب تموز والعدوان الإسرائيلي على لبنان. طيب يعني مايا، أيضا هذه القواعد الاشتباك التي تحدث عنها، هل سيتم الحديث عنها غدا في الكلمة المرتقبة؟ نعم، من المتوقع أن يكون هناك يعني المزيد من التصعيد، وخاصة أن يعني التهديدات واضحة من إيران ومن أذرعها في المنطقة بأن التهديدات هناك سيكون رد. هلا يعني نتحدث عن كيف سيكون الرد، هل سيكون الرد فعلا ردا قويا، هل سيكون الرد من إيران وأذرعها في المنطقة أي في الوقت نفسه، وبالتالي يعني
سيكون الرد موجه بشكل دقيق ومدروس، أو سيكون الرد بشكل منفرد، بشكل قد يكون فقط أذرع إيران في المنطقة كما اعتدنا في السابق. ولكن هناك حديث أن الرد حتمي، يعني هناك توعدات بأن الرد لا محالة، ولكن يعني سنرى إن كان هذا الرد كيف سيكون طبيعة هذا الرد، وبالتالي يحدد مصير المنطقة بطبيعة الرد، وليس فقط أيضا بالرد كيف ستتلقف إسرائيل هذا الرد. يعني حتى لو كان هناك رد من قبل إيران وأذرعها في المنطقة، كيف سترد إسرائيل وكيف ستتلقف الرد من قبل إيران وأذرعها في المنطقة؟ هل ستتجه إلى مناطق لم يسبق لها أن استهدفتها في السابق من حيث القصف والغارات والعدوان على لبنان؟ الرد بحسب هذا المحور الرد حتمي، ولكن سننتظر كيف الرد. ولكن دعيني أشير أيضا إلى أن سكان الضاحية الجنوبية والبعض منهم بدأ بإخلاء المنازل تحسبا وتخوفا لأي ضربة إسرائيلية محتملة، ويعني هذه المشاهد ديما تذكرنا أيضا بحرب تموز والعدوان الإسرائيلي على لبنان بحرب تموز، حيث البلد الآن يعيش حالة من التأهب والتخوف والترقب لما ستؤول إليه الأمور في الساعات المقبلة. طيب، ننوه إلى هذا الخبر العاجل، شركة لوفت هانزا الألمانية تمدد إلغاء رحلاتها إلى بيروت وتل أبيب وطهران حتى 12 من الشهر الجاري. إذن مشاهدينا، الشركة الألمانية لوفت هانزا الألمانية تمدد إلغاء رحلاتها إلى بيروت وتل أبيب وطهران حتى 12 من الشهر الجاري. إذن يعني واضح المخاوف من جميع الدول، وإلغاء الطيران في لبنان، وأيضا يعني ولتل أبيب ولطهران هنالك مخاوف عديدة. كيف برأيك سيكون التعامل مع مسألة التنقلات في المطارات، وإلى متى ستتم أو ستبقى هذه المخاوف مستمرة؟ ديما، ليس فقط شركة الطيران الألمانية، أيضا الشركات الفرنسية على رأسها إير فرانس أيضا أوقفت رحلاتها بشكل مؤقت حتى يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن تضيف أو تستمر هذا عمليات الإيقاف لأيام عديدة تخوفا من هذا التصعيد المحتمل في المنطقة. هناك خشية أوروبية كبيرة على الرعاية الأوروبيين سواء في فرنسا أو في ألمانيا، في إيطاليا، في سويسرا، في بلجيكا، على الرعاية المتواجدين في تلك الدول سواء في إيران أو في لبنان أو في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو في الأراضي الفلسطينية أيضا. كان هناك العديد من التصريحات لوزارة الخارجية الفرنسية تطالب معظم الرعاية في هذه المناطق الأربع بضرورة المغادرة بأسرع وقت ممكن، ليس فقط في لبنان وإيران، أيضا في تتحدث عن الأراضي المحتلة الفلسطينية المحتلة والأراضي الفلسطينية هناك في الضفة الغربية. هناك خشية كبيرة، وخاصة ديما بأن الدور الأوروبي فشل بشكل كبير خلال هذه الشهور السابقة فيما يتعلق بإيقاف التصعيد، بإيقاف الحرب هناك في قطاع غزة، بإيقاف التصعيد بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. حاول الاتحاد الأوروبي وحاولت فرنسا أن تلعب دور الوساطة مرات عديدة من أجل إيقاف هذا التصعيد، لأنها فشلت مرات عديدة في ذلك. وبالتالي هناك خشية كبيرة الآن على الرعاية الأوروبيين المتواجدين في تلك الدول، وتحاول سفارات هذه الدول أن توصي رعاياها بضرورة المغادرة، وتقول بأن ما يزال هناك طائرات من لبنان أو إيران باتجاه الدول الأوروبية وتحديدا إلى فرنسا والسويد وبريطانيا، هذه الدول اللي طالبت رعاياها بضرورة المغادرة بشكل فوري. وقالت بأن خلال اليومين القادمين هناك المزيد من الرحلات من هذه الدول نحو الأراضي الأوروبية. ولكن هنا لابد من التذكير على نقطة مهمة للغاية ديما، مسألة الخوف من انتقال هذه المواجهات إلى الأراضي الأوروبية وتحديدا إلى فرنسا، باعتبار أن أكبر جالية مسلمة تقيم هنا في فرنسا وأكبر جالية يهودية أيضا ديما تقيم في فرنسا. تحدث وزير الداخلية الفرنسي جيرار درمانا عن خشية كبيرة من انتقال هذا التصعيد بعد اغتيال إسماعيل هنية هناك في طهران، أن يكون هناك ثأر أو انتقام لهذه العملية هنا في الأراضي
الفرنسية ضد اليهود المتواجدين في فرنسا، وخاصة أولئك الذين يدعمون الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي قامت وزارة الداخلية الفرنسية بنشر العديد من القوات في بالقرب من المعابد اليهودية وبالقرب من المدارس اليهودية أيضا، خوفا من أن يكون هناك عمليات طعن وقتل للمواطنين اليهود المقيمين هنا في فرنسا انتقاما لاغتيال إسماعيل هنية. وبالتالي هناك توتر أمني كبير سواء هنا في فرنسا وأيضا في ألمانيا وفي عديد من الدول الأوروبية، خشية انتقال هذا الصراع من تلك المنطقة من الشرق الأوسط إلى الدول الأوروبية، وهذا ما يخشاه الأوروبيون حاليا. شكرا جزيلا إلاف قداح، كنت معنا من باريس مراسل تلفزيون سوريا. أيضا الشكر لمايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا كانت معنا من بيروت. نفى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الأحد ما ذكرته تقارير إعلامية بأنه نقل رسالة من إسرائيل إلى إيران خلال زيارته طهران على خلفية تصاعد التوتر في المنطقة منطقة الشرق الأوسط. وقال الصفدي في تصريحات تلفزيونية إنه تحدث مع الجانب الإيراني بشأن علاقات ومصالح بلديهما، إضافة إلى مناقشة التوترات الأخيرة. كما قالت الخارجية الأردنية إن الصفدي نقل رسالة من الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بشأن الأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين. ويجري الرئيس بايدن اليوم اتصالات هاتفية مع الملك الأردني لبحث تطورات المنطقة. رغم تهديداتها المتواصلة بالرد الحتمي على إسرائيل، تفتح إيران بابا للدبلوماسية، فكلما تأخر الرد الإيراني المرتقب تلعب القنوات السياسية دورها لمنع اندلاع حرب إقليمية قد تغير الموازين في المنطقة. الأردن الذي يفرض عليه موقعه الجغرافي أن يكون طرفا أو جزءا في الحرب المحتملة، يسعى لتحييد أراضيه وسمائه عن المناوشات أو المواجهات بين إيران وإسرائيل. في حوار سياسي، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يزور إيران حاملا رسالة من ملك الأردن تتعلق بالتطورات الأخيرة وفق بيان الخارجية الأردنية. المسؤول الأردني وقبيل مغادرته عمان إلى طهران قال في مؤتمر صحفي إن أولوية بلاده هي حماية مواطنيها من أي تصعيد، وأضاف أن عمان ستواجه أي شخص يريد انتهاك سماء البلاد، مؤكدا أن الأردن لن يكون ميدانا للمعركة. في المناوشات الإسرائيلية الإيرانية التي حصلت في نيسان الفائت، أطلقت إيران مسيرات عبرت الأجواء الأردنية باتجاه إسرائيل، وساهم الأردن في إسقاطها رافضا استخدام أراضيه لأي حرب مع إسرائيل، وهو ما عرضه لانتقادات واسعة. وتأتي التحركات الدبلوماسية اليوم لمنع تكرار ما حصل وتحييد الأردن عن المشاركة الإجبارية في المواجهة المحتملة. وفي سياق المحاولات الدبلوماسية للأردن، يجري الملك عبد الله الثاني اتصالا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، داعيا إلى تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني. إذن تبحث المملكة الأردنية عن النأي بالنفس، وهي التي كانت ساحة في الأشهر الأخيرة لتهديدات إيرانية بعناوين مختلفة، أبرزها تهريب المخدرات والأسلحة. والحرب المحتملة تفرض على الأردن تحديا جديدا تفرضه عليه الجغرافيا بطبيعة الحال. تنضم إلينا من عمان مراسلة تلفزيون سوريا بديعة الصوان. مرحبا بك معنا بديعة. إذن يعني حتى الآن وزير الخارجية الأردني نفى نقله رسائل إسرائيلية إلى طهران خلال زيارته الأخيرة، كيف تبدو النتائج حتى الآن والأصداء لهذه الزيارة؟ نعم، ختم الوزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي زيارته إلى إيران أمس بلقاء الرئيس الإيراني. نقل خلال اللقاء رسالة الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس الإيراني حول التطورات في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين، ولكن هذه الزيارة بدأها بلقاء نظيره الإيراني. قال الصفدي بأن هذا اللقاء كان بدعوة رسمية من إيران، ويعني أبرز ما تم الحديث عنه خلال هذا اللقاء كان النفي لكل التوقعات والتكهنات التي كانت تتحدث عن أن الصفدي غادر الأردن متوجها إلى إيران حاملا رسالة من تل أبيب أو من واشنطن، ولكن أول مجرد ما
ما تم اللقاء بين الوزير الخارجية ونظيره الإيراني نفى كل هذه التوقعات قائلا بأنه لا يحمل رسالة لإيران من أي طرف ولن يعود من إيران محملا برسالة لأي طرف كان، وهذا يشير إلى أن الأردن لا يتخذ دور الوسيط في التطورات الأخيرة بين واشنطن وتل أبيب مع الجانب الإيراني. كان هنالك العديد من الملفات التي طرحت خلال هذا اللقاء، عبر الصفدي أو أكد الصفدي على موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وقال عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وأن يكون لديه بلدا آمنا مستقرا. كذلك تحدث وأكد عن إدانة الأردن لاغتيال الرئيس مكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وصف الصفدي هذا الاغتيال بالجريمة النكراء والتصعيدية، وحذر من التصعيدات التي تشهدها المنطقة بعد التطورات الأخيرة في المنطقة. هذا مجمل ما تم الحديث عنه بين وزير الخارجية وشؤون المغتربين مع نظيره الإيراني والرئيس الإيراني، وبالتالي هو نفى بشكل غير مباشر بأن الأردن لا يتخذ دورا وسيطا في كل الأحداث، وأن الرسالة الوحيدة التي يحملها الأردن هي ضرورة وقف الجرائم الإبادة في غزة وضرورة وقف الحرب في قطاع غزة وعدم اتساع رقعة النزاع في المنطقة. طيب، في إطار التطورات الدبلوماسية، يعني البيت الأبيض تحدث عن اتصال هاتفي مرتقب اليوم بين بايدن والعاهل الأردني، ما تفاصيل هذا الاتصال بحسب المعلومات المتوفرة لديك؟ بالفعل صباح اليوم أعلن البيت الأبيض عن أن هنالك اتصالا مرتقب من الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الملك عبد الله الثاني. كل الحديث الذي دار أو كل المعلومات حول هذا اللقاء كانت تتحدث عن بحث التطورات الإقليمية في المنطقة، وخاصة بأن ثمة رد إيراني مرتقب، خاصة وفق حديث موقع أكسيوس أمس بأنه من المتوقع أن يكون اليوم، ولكن أيضا في إطار التطورات الدبلوماسية من المتوقع أن يصل إلى الأردن قائد القيادة المركزية الأمريكية. وفي جولته إلى الشرق الأوسط هذه الزيارة هي كانت متوقعة في وقت سابق وكان مخطط لها في وقت سابق، ولكن موقع أكسيوس أمس تحدث بأن الأهداف من هذا اللقاء كانت قد تغيرت، وخاصة في ظل التطورات الأخيرة سواء من اغتيال إسماعيل هنية أو من مقتل فؤاد شكر في لبنان. شكرا جزيلا بديع الصوان مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من عمان. دعا وزراء خارجية دول مجموعة السبع للاقتصادات الكبرى العالمية جميع الأطراف المعنية في الأزمة الحالية في الشرق الأوسط إلى الإحجام عن أي خطوات قد تزيد من تصعيد الصراع، ودعت المجموعة في بيان إلى الإحجام عن أي تحرك من شأنه أن يعرقل مسار الحوار، كما أعربت عن قلق وزراء الدول الأعضاء إزاء الأحداث الأخيرة التي تهدد بتحويل الوضع الحالي إلى أزمة إقليمية انطلاقا من لبنان، داعية إلى اجتماع استثنائي لمجموعة السبع لبحث الأزمة الأخيرة. قال القيادي في حركة حماس خليل الحية إن الحركة ستنهي خلال أيام مشاوراتها لاختيار قائد جديد خلفا لرئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية الذي اغتيل في العاصمة الإيرانية طهران. وخلال كلمة للحية في مجلس عزاء هنية بالعاصمة القطرية الدوحة، قال إنه لا فراغ سياسيا متوقع داخل الحركة، وإن مؤسسات حماس تعمل على اختيار رئيس لمكتبها السياسي، وسيتم الإعلان عن القيادة الجديدة في غضون أيام. هذه الجولة مستمرة مشاهدينا بعد الفاصل. بلد عجن بالسياسة ودفع ثمن تقلباتها، أطاحت أطماع العسكري بأحلام أهله الطامحين إلى استعادة أمجاد دمشق، حتى لكأن ذاكرة سوريا تختصر في إدارة السيطرة والصراع. تاريخ سوريا القريب وصراعاتها على لسان شهود عيان.
مع صافرات الحكام تطفئ الملاعب أضواء وننتقل إلى ملعبنا لنحلل النتائج ونعرض الآراء الفنية. جولة رياضية نصحبكم فيها برشاقة إلى ملاعب الرياضات المختلفة لننقل المتعة والإثارة من أرض الحدث إلى استوديو شوط إضافي على شاشة تلفزيون سوريا. اسمه ايه ده؟ اسمه ايه؟ اسمه يوسف مش عارف ايه او حاجه كده. الواد يوسف ده الاراجوز ابو زنبلك ده بتاع يوسف حسين ده واحد كذاب ولد ساقط فمسمي نفسه جو عشان يرضي سيده. المشكله مش في جو، المشكله في من وراء جو. فلاح مش اصيل. انه يعمل فيديوهات يفامل الواد مش عارف كده اتحدث احنا بشعر لا ده راجل تاني يلا يلا عندك شغل اهلا بيكم في جو شو. عايز اشوفه يوم الخميس يا يوسف. بعد أن أعلنت عنها صحيفة الوطن، هيئة التفاوض السورية تنفي عقد أي اجتماعات مع المبعوث الروسي إلى سوريا خلال زيارته إلى أنقرة للضغط على أبناء المنطقة لإجراء تسوية وتسليم السلاح. النظام السوري يعزز مواقعه العسكرية شمال درعا بين جاسم وكفر شمس. في شمال غرب سوريا ارتفاع نسبة العائلات تحت خط الفقر إلى 91%، وفريق منسق الاستجابة يقول إن نحو نصفهم تحت حد الجوع. نفت هيئة التفاوض السورية عقد أي لقاء مع مسؤولين روس في العاصمة التركية أنقرة في الأيام الماضية، وقال مصدر خاص من هيئة التفاوض لتلفزيون سوريا إن أعضائهم لم يعقدوا أي لقاء مع المبعوث الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف في العاصمة التركية أنقرة أثناء مناقشة الأخير للملف السوري مع مسؤولين أتراك. هذا وكانت صحيفة الوطن قد نشرت أن المبعوث الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف التقى في أنقرة وفدا من المعارضة السورية في أثناء بحث الملف السوري مع مسؤولين أتراك أول أمس. وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن لافرنتييف حث المعارضة السورية على التوجه صوب بغداد، وأن تلك المصادر قالت إنها ستستضيف الجولة المقبلة للجنة الدستورية في حال التوافق عليها. وأشارت إلى أن لافرنتييف ناقش مع الأتراك عدة مسائل بينها إعادة إطلاق عمل اللجنة الدستورية المتوقفة منذ نحو سنتين. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من أنقرة يوسف ملا مراسل تلفزيون سوريا. مرحبا بك معنا يوسف. إذن يعني ضعنا في تفاصيل هذا الاجتماع الذي تم نفيه في أنقرة من قبل صحيفة الوطن، الاجتماع بين هيئة التفاوض السورية ومسؤولين روس. ديما مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. مسؤولون من تركيا وروسيا أجروا مباحثات حول سوريا يوم أمس السبت خلال يعني السبت الفائت خلال لقاء تشاوري عقد في العاصمة التركية أنقرة. وزارة الخارجية التركية في تغريدة لها على منصة إكس قالت بأن ممثلين عن المؤسسات المعنية بالشأن السوري في تركيا وروسيا عقدوا لقاء تشاوري في أنقرة. أشارت إلى الوزارة إلى أن اللقاء تخلله اجتماع بين نائب وزير الخارجية التركي نوح يولماز والمبعوث الخاص للرئيس الروسي في سوريا الإسكندر لافرنتييف، ولم تذكر الوزارة أي تفاصيل إضافية عن هذا اللقاء والملفات التي تم بحثها بين الجانبين. كما أن وزارة الخارجية الروسية لم تصدر أي تعليق عن هذا الاجتماع حتى الآن.
لكن كما ذكرتم قبل قليل مصادر في هيئة التفاوض نفت ما تناقلته صحيفة الوطن المقربة من النظام في سوريا، نفت هذا الأمر بحسب مصادر لتلفزيون سوريا بأن أي لقاء لم يعقد مع لافرانتيف في أنقرة خلال زيارته إلى تركيا، ولكن الزيارة كان محورها الأساس هو بحث الملفات المعنية بالشأن السوري. في الآونة الأخيرة الأساس الأتراك هنا في العاصمة أنقرة يرسمون خارطة التقارب والتطبيع مع دمشق، ولكن خارج ملف المعارضة وكل ما يسأل حول المعارضة يقولون بأن الأمر لن يكون فيه إجبار للمعارضة، وستكون هي لها حرية الاختيار في هذا الأمر، وستكون قراراتها ستوضع تحت أضواء وتحت إمرة القرار 2254 وعلى ضوء القرارات الأممية، وأنه لن يكون من الجانب التركي أي ضغوطات أو أي إجبار للمعارضة السورية. هذا ما يرسمه أساس الأتراك هنا في تصريحاتهم ويصرحون به حول ملفات المعارضة، ولكن نستطيع القول بأن هذا الملف يتسارع يوما عن يوم مع كثرة الزيارات التي يقوم بها الأتراك أو الأطراف المعنية في هذا الملف بين الأتراك والروس وغيرهم من الأطراف المعنية بالملف السوري. طيب حول اللجنة الدستورية، ما هي المسائل التي نوقشت بين لافرنتييف وبين المسؤولين في أنقرة؟ كما ذكرت قبل قليل لم يكن هناك تطرق كبير ل حول ما دار في هذا الاجتماع، ولكن المراقبون الأتراك يرون أن التوقف والانقطاع الطويل للجنة الدستورية وأعمالها وغيرها من الاجتماعات التي تتعلق بالملف السوري أثرت على طبيعة التحركات أو طبيعة التصريحات أو ما يتعلق بالملف السوري، ولكن في الآونة الأخيرة يبدو أن التسارع الأخير وما يحصل من رسائل غير مباشرة للتقارب والتصريحات الروسية إضافة للتصريحات الوسيط العراقي والتصريحات من الرئيس أردوغان والوزراء وعلى رأسهم وزير الخارجية التركي الذي تسلم هذا الملف، يؤكد على ضرورة أن الحكومة التركية تتمنى أن تعود اللقاءات مرة أخرى وتدفع بإيجابية لعودة اللقاءات والاجتماعات سواء بالستانة أو اللجنة الدستورية أو غيرها من الاجتماعات بين المعارضة والنظام لبحث الأمور على ضوء كما قلت قرارات الأمم المتحدة على رأسها القرار 2254. شكرا جزيلا يوسف ملا مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من أنقرة. أجرت لجنة عسكرية تابعة لوزارة دفاع النظام جولة في مواقع انتشار الميليشيات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني في محافظة دير الزور، وقالت شبكة دير الزور 24 إن الجولة شملت عناصر التسويات وعناصر النظام المفروزين للخدمة لدى ميليشيات الحرس الثوري من دون معرفة الهدف. كما أضافت الشبكة المحلية أن الجولة أجبرت الميليشيات على استدعاء عناصر التفتيش الذين يدفعون المال للضباط مقابل الإعفاء من الخدمة. أرسلت قوات النظام السوري تعزيزات عسكرية جديدة إلى مواقعها في ريف درعا الشمالي، وذلك ضمن الضغوط التي تمارسها على أبناء المنطقة لإجراء تسوية وتسليم سلاحهم بحسب المصادر المحلية. توتر يجر تصعيدا وأرتالا وغيره من التطورات العسكرية. درعا التي لم يكن أمنها مستتبا منذ 6 سنوات لكثرة المشاهد القتالية بين المجموعات المحلية والمحسوبة على فروع النظام وأخرى من تشكيلات الواقع التي فتحت خرقا أدخل الجميع في دوامة الاشتباكات شبه اليومية، وهذا الذي يحاول النظام الخروج منه ظاهريا وفرض هيمنته مجددا على شمال المحافظة عبر تعزيزات جديدة لممارسة الضغوط ومحاولة إنهاء ملف الخارجين عن تبعيته. مصادر محلية لموقع تجمع أحرار حوران أكدت وصول قوات عسكرية للنظام السوري لتدعيم الحواجز على الطريق الواصل بين مدينة جاسم وبلدة كفر شمس بالريف الشمالي، مشيرة إلى رسائل تهديد لإجراء تسويات شاملة وتسليم جميع المطلوبين أنفسهم لفروعه
وخاصة الذين وصفهم بالغرباء في مدينتي جاسم وإنخل. ويأتي ذلك ضمن محاور الاجتماع بين رئيس فرع الأمن العسكري في درعا لؤي العلي ووجهاء مدينة إنخل قبل التدخل عسكريا بساعات. وهذه التحركات وليدة عن أسابيع من الاشتباكات بين مجموعتين محليتين في الشهر الفائت، خلفت قتلى وجرحى وعملية اغتيال. ضغوط النظام الأخيرة أو بين قوسين فرع الأمن العسكري في درعا ليست جديدة على الأهالي أو المجموعات المحلية التي تجري أعمال معظمها تحت أعينهم ومنها ضمن توجيهاتهم المتكررة بين الحين والآخر، وذلك ضمن ما يراه الأهالي لتحقيق مكتسبات نفوذية وضم جميع الأفراد تحت قيادته، أو قد يكون لتحصيل بعض العائدات المالية من المجموعات التي تعتبر الأكثر وجودا في المحافظة التي تحولت خلافاتها لدم يسيل من دون رادع يوقف حملة السلاح. وهذا ما تترجمه الأرقام المخيفة لمقتل 46 شخصا في شهر تموز الفائت فقط، مؤشرات توحي بخطر أكبر مع إبقاء ساحات حوران ملعبا للأعمال القتالية بين جميع الأطراف. وينضم إلينا من عمان الناطق باسم تجمع أحرار حوران عامر الحوراني. مرحبا بك معنا سيد عامر. إذن يعني يبدو أن يعني التوترات والمرافق للتصعيد واستقدام الأرتال مستمر في درعا، ضعنا في تفاصيل ما يجري الآن، أسباب هذه التوترات مرة أخرى من جديد، ويعني التي تزامنت مع استقدام النظام لتعزيزات إلى المنطقة. نعم، تحية لكم ولكل السادة المشاهدين لتلفزيون سوريا. إذن التعزيزات الأخيرة العسكرية التي استقدمها النظام على الطريق الواصل بين بلدة كفر شمس ومدينة جاسم في ريف درعا الشمالي في منطقة الجيدور تحديدا، هذه التعزيزات العسكرية التي عزز بها الحواجز على هذا الطريق الواصل بين المنطقتين جاءت بعد يعني سلسلة من الأحداث والتوترات الأمنية التي حدثت في منطقة الجيدور بشكل كامل، إن كان في مدينة جاسم أو إن كان في مدينة إنخل أو إن كان أيضا في مدن قريبة كمدينة نوى في ريف درعا الغربي. هذه التوترات التي جاءت بعد يعني اعتقال النظام لنساء واختطاف نساء أيضا أثناء ذهابهن إلى لبنان، ويعني حصار حواجز عسكرية حوالي هذه المدن من قبل مجموعات محلية من أبناء المدينة. إذن النظام يعني تذرع بهذه الأحداث الأمنية والتي أيضا جاءت بعد سلسلة من الأحداث يعني المشاكل والخلافات التي حدثت بين مجموعات محلية أيضا في مدينة جاسم كما حدث في تموز الماضي بين مجموعة الجلم والحلقي، ولكن يعني جاءت هذه الأحداث التي تذرع بها النظام كما حدث في كل عام يتذرع النظام في يعني حدوث أي حدث أمني بإجراء تسويات جديدة ويعني إرغام وجهاء المدينة على إجبارهم على التوصل لاتفاقات ويعني تسليم أسلحة أو تسليم مبالغ مالية حتى للنظام والضباط النظام على رأسهم لؤي العلي رئيس فرع الأمن العسكري واللجنة الأمنية في محافظة درعا. هذه الاجتماعات التي جرت قبل يومين في مدينة إنخل وأيضا قبلها في مدينة جاسم والتي أيضا سبقها أيضا في مدينة جاسم استخدام تعزيزات أخرى عسكرية عززوا العديد من الحواجز العسكرية. أين انتشرت عامر التعزيزات والحواجز التابعة للنظام؟ نعم، التعزيزات العسكرية قبل عدة أيام وصلت إلى أطراف مدينة جاسم وعززوا بها الحواجز العسكرية التي المتواجدة هناك، وجاء ذلك في سبيل الضغط على يعني أبناء المدينة، إذ أنه بعد أيام وتحديدا قبل 4 أيام تقريبا تم الاجتماع مع الوجهاء في مدينة جاسم ومطالبتهم بإجراء تسويات جديدة لبعض المطلوبين في المدينة وتسليم السلاح الذي ظهر تحديدا في الخلاف الذي حصل في المدينة في تموز الماضي. أيضا بعد ذلك تم تعزيز الحواجز العسكرية على طريق كفر شمس ومدينة جاسم والذي يعني نشرنا عنه يوم أمس كما ذكرنا بين بلدة كفر شمس ومدينة جاسم في ريف درعا الشمال. طيب من يقوم بدور يعني التهدئة في المنطقة؟ عامر، من يقوم بدور التهدئة في المنطقة؟
نعم صراحة اليوم هذه الاجتماعات التي يعني يطالب بها النظام ويحضرها عدد من ضباط النظام على رأسهم رئيس فرع الأمن العسكري لؤي العلي، أيضا يحضرها قادة من اللواء الثامن من أبناء محافظة درعا، وقادة من يعني المجموعات المحلية، وأيضا وجهاء من مدينة درعا. يعني بالتحديد دوما ما يقوم بدور يعني الجهة التي تسعى للتهدئة دوما وإجراء هذه الاتفاقات يعني المضي فيها هو اللواء الثامن في محافظة درعا، وأيضا يعني أحيانا يتم استخدام دوريات روسية وضباط روس في حال كانت يعني الأمور متوترة أكثر من يعني الوقت الحالي كما حصل في السنوات الماضية. يتم حضور ضباط روس ويعني دوريات عسكرية روسية يعني التعاون مع اللواء الثامن. شكرا جزيلا عامر الحوراني الناطق باسم تجمع أحرار حوران، كنت معنا من عمان. قالت شبكة عين الفرات إنه خلال تتبع تنظيم الدولة تفرض إتاوات على السكان في ريف دير الزور الخاضع لسيطرة قسد، ويستهدف التنظيم بالإتاوات التجار ومستثمري النفط وميسوري الحال عبر رسالة من رقم مجهول أو ورقة ممهورة بختم التنظيم تعلق على باب الشخص المستهدف، وتطالب بمبلغ لا يقل عن 5,000 دولار للشخص الواحد. ووفق عين الفرات يهدد التنظيم من يرفض الدفع بالقتل أو حرق ممتلكاته، ما اضطر عددا من التجار إلى مغادرة المنطقة متهمين قسد بالعجز عن حمايتهم. قال فريق منسقو استجابة سوريا إن نسبة العائلات الواقعة تحت خط الفقر في شمال غرب سوريا وصلت إلى نحو 91%، بينهم 41% يعيشون تحت حد الجوع، ما يعكس تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المنطقة. وأوضح الفريق أن الكلفة الشهرية الدنيا لعائلة مكونة من 4 أفراد تبلغ قرابة 10,000 ليرة تركية من دون الاعتماد على المساعدات الإنسانية، في حين أشار إلى أن دخل العائلة الواحدة لا يتجاوز 80 ليرة يوميا، مع اعتبار أن نحو 89% من العاملين ينتمون إلى هذه الفئة. حول هذا الموضوع ينضم إلينا إبراهيم السويد مراسل تلفزيون سوريا معنا من ريف إدلب. مرحبا بك معنا إبراهيم، ضعنا بداية بصورة الوضع بشكل عام في المنطقة، ولماذا يعني الأمور وصلت إلى هذا الحد؟ نعم حقيقة ديما يعني هنا الأوضاع الاقتصادية في مناطق يعني شمال غرب سوريا تعتبر تقريبا هي الأسوأ بالنسبة للأهالي، يعني نتحدث اليوم عن يعني احتياجات كبيرة للأهالي يقارنها دخل محدود، التعامل دائما ما يكون للسلع يعني ضربها على مساواتها بالدولار الأمريكي، انخفاض أيضا قيمة الليرة التركية والعمال يأخذون بالليرة التركية. هناك أسباب يعني عديدة أيضا من بينها الغلاء الذي يعني ضرب المنطقة هنا في خلال يعني السنتين الأخيرتين، من حيث يعني غلاء الأسعار سواء كانت اللحوم أو غيرها، كل هذه العوامل أثرت بشكل أو بآخر على الحالة المعيشية للأسرة. بالفعل يعني منسقو الاستجابة عندما تحدثوا عن يعني أسرة مؤلفة من 4 أفراد تحتاج تقريبا إلى حوالي 10,000 ليرة تركية، هذه من يعني من 10,000 ليرة تركية المدخول لهذه الأسر أو أغلب الأسر المتواجدة هنا في مناطق يعني شمال غرب سوريا تقريبا حوالي 3,000 ليرة تركية ومنها 2,000 ليرة تركية، فمقارنة يعني أسعار يعني المواد الغذائية أو حتى أسطوانة الغاز أو حتى اللحوم مع هذا المدخول، بالتأكيد الأهالي بدأت تستغني عن الكثير من الحاجيات الأساسية وتعتمد على حاجيات أخرى. اليوم عمال الميومة هم الفئة الأضعف حقيقة يعني ديما في المنطقة، اليوم يعني بأفضل الأحوال عمال الميومة يقاضون تقريبا حوالي ما بين يعني 50 ليرة تركية إلى 100 ليرة تركية بمعدل وسطي، يعني كشهر يعني يتقاضون ما بين 2,000 إلى 3,000 ليرة تركية، وبالتالي يعني الأمر صعب جدا عليهم في تحصيل الحاجيات الاحتياج الأساسية كأسطوانة الغاز التي وصلت تقريبا إلى حوالي 420 ليرة تركية، يقابلها أيضا مصروف الكهرباء وهنا أتحدث عن يعني تقريبا حوالي من 400 إلى 500 ليرة تركية، وبالتالي اللحوم التي هي ارتفعت بشكل كبير جدا يعني هنا في المنطقة، بدأ الكثير من الأهالي يستغنون
عن هذه الأشياء والاعتماد على الأشياء الأساسية. كان أيضا يعني هذا أتحدث عن منطقة القرى والبلدات، لكن منطقة المخيمات هي شيء آخر التي كانت تعتمد يعني بشكل كبير جدا على المساعدات الإنسانية والمساعدات الأممية التي انخفضت يعني بنسبة تقريبا حوالي 60% يعني خلال هذا العام، سواء كان يعني السلة الغذائية التي توقفت من برنامج الغذاء العالمي، مشاريع الإصحاح التي أيضا كانت تقدم إلى منطقة المخيمات، يوم تحدث عن أكثر من 991 مخيم يعني بلا ماء يعني مياه صالحة للشرب، وبالتالي تعتمد على الآبار وتعتمد على شراء المياه، يعني حتى يعني المياه التي وصلت سعر الصهريج تقريبا إلى أكثر من 500 ليرة تركية، وبالتالي يعني ديما الأعباء المعيشية بدأت تضيق شيئا فشيئا. طب على إذن يعني إبراهيم يعني الوضع هذا على نعم. هذا الوضع يعكس أنه هنالك تدهور كبير في الوضع الاقتصادي والوضع المعيشي، منذ متى والأمور واصلة إلى هذا الحد، وأين يكمن دور المنظمات المعنية بذلك؟ نعم حقيقة ديما يعني الوضع منذ فترة طويلة، لكن بدأ يتصاعد خلال عام 2024 وتزداد يعني نسبة البطالة وتزداد نسبة العجز هنا في المنطقة بسبب المساعدات التي تناقصت عن كل القطاعات، سواء كانت خدمية أو كانت إغاثية أو حتى على مستوى المأوى وغيرها. المنظمات الإنسانية هي يعني بكل الوسائل تعتمد يعني على الدعم الأممي، تعتمد على المانحين من باقي يعني الدول، وبالتالي في خلال يعني العام الحالي تقريبا عام 2024 خاصة خلال يعني الحرب التي حدثت في غزة، كانت هناك الكثير من المانحين الذي اتجهوا باتجاه يعني تلك المناطق، توقف الدعم عن اغلب يعني هنا المنظمات، بدأت حتى المنظمات يعني ديما في الفترة الأخيرة تقلص من عدد العاملين فيها، حتى يعني بعض المنظمات كانت تحوي تقريبا حوالي 200 عامل إلى 300 يعني عامل في كوادرها، بدأت تقوم بتخفيض الأعداد بسبب يعني الأعباء المادية والكلفة التشغيلية لهذه المنظمات، وبالتالي اليوم الجهات المعنية هنا في المنطقة ديما أو حتى المنظمات العاملة في مناطق شمال غرب سوريا لم تستطع استيعاب هذه المشكلة وهي الأزمة الإنسانية المتواجدة هنا في المنطقة، وتبقى الأمور يعني باتجاه يعني منحى ربما أكبر يعني خلال هذا أو العام المقبل في حال استمر هذا الانخفاض في الدعم على المؤسسات الخدمية أو حتى على يعني سبل العيش. نتحدث عن المأوى في منطقة المخيمات أو السلال الغذائية وبرنامج الغذاء العالمي الذي توقف مع بداية عام 2024، والوضع الإنساني بالفعل هنا أصبح أصعب يعني خلال هذا العام، وربما يكون أصعب يعني في العام المقبل إذا استمر هذا الوضع على ما هو عليه. شكرا جزيلا إبراهيم السويد مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من ريف إدلب. اضطراب في الأوعية الدموية أطلق عليه اليابانيون المويامويا وانتشر في تلك البلاد، لكن اليوم أصيب به طفل في إدلب يحتاج إلى رعاية طبية خاصة لا توجد في المنطقة، ولم يستطع والد عمران طفل المصاب إيجادها في المشافي التركية لتقتصر رحلة العلاج على المشافي الأوروبية، وهو أمر يصعب تحقيقه. على وجه أبي محمد المهجر من ريف حلب ترتسم ملامح الحيرة والعجز، وهو يتنقل بين محطات الحياة بحثا عن بريق أمل يخفف من ألم طفله عمران الذي يعاني حالة مرضية نادرة في الشمال السوري. مرض المويامويا القادم من اليابان إلى إدلب، أو ما يعرف بتوصيفه العلمي اضطراب نادر في الأوعية الدموية، يسبب انسداد الشرايين السباتي في الجمجمة أو تضيقه، ما يؤدي إلى خلل في أغلب الوظائف الحركية والحيوية. خمس شهور ظلينا فحوصات بأذنه، آخر فترة جيت بالشهر الأول 2024، أيضا نفس التشخيص مرض نادر مرض المويامويا، أربع حالات في تركيا أو خمس حالات على كلام الطبيب الجراحة العصبية بأضنة بالشهر الأول 2024. أكثر من عام مضى وأبو محمد يجوب مستشفيات تركيا دون جدوى، ومحاولات عديدة لدخول المشافي الأوروبية باءت بالفشل، بينما تنهك تكاليف العلاج كاهل عائلة عمران. لم يترك أبو محمد بابا إلا وطرقه، حتى لجأ إلى الدروب الوعيرة نحو أوروبا، إلا أن حالة عمران الصحية لا تتحمل تلك المغامرات، لأنه كل مشفى بيحولوني على مدينة، كل ما أروح على مدينة أتحول إلى مدينة، حاليا محول إلى أنقرة،
لكن لسه ما رحنا إلى أنقرة. من خلال تواصلي مع أكثر من جهة وأكثر من طبيب، يعني رقم واحد العلاج في كندا في مشفى اسمه سيك هوسبيتال تشيلدرن في مدينة تورونتو بكندا، وفي مشفى شاريتي ببرلين في حالات علاج لهذا المرض في مشفى الشاريتي ببرلين. أطباء تحدثوا عن رحلة علاج طويلة ومكلفة للطفل عمران في حال تمكنه من الدخول إلى المشافي الأوروبية. هذه الرحلة تفوق قدرة عائلة عمران، ويبقى حلمهم الوحيد هو أن تتحسن حالة طفلهم وتبقى ابتسامته خالية من الألم تزين وجهه ببراءة لا تعرف الحدود. إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب. غيرت وزارة المالية لدى النظام السوري مواقع عدد من المديرين الإقليميين وأمناء المعابر الجمركية ورؤساء أقسام، تزامنا مع إخلاء سبيل عاملين متورطين بقضايا فساد. ووفق صحيفة الوطن، اكتفت الإدارة الجمركية بإبلاغ من شملتهم التنقلات عبر المكالمات الهاتفية برغم صدور قرار موقع من وزير المالية. وقال مصدر من الجمارك إن التنقلات تعتبر جزءاً من تغييرات روتينية لتدوير المهام ومنع التجاوزات. إلى ذلك أخلت سلطات النظام سبيل 15 عاملاً سابقاً في معبر نصيب الحدودي مع الأردن، مع استمرار إيقافهم عن العمل لاتهامهم بقضايا تزوير يستمر التحقيق بشأنها. سرعت شركات عائلة القاطرجي المقربة من النظام وتيرة أعمالها في مختلف القطاعات في سوريا، آخرها قطاع البناء في سوريا وخاصة في مشروع ماروتا سيتي بدمشق. وقالت مجموعة القاطرجي القابضة على فيسبوك إنها ضاعفت كميات معدات البناء والآليات لاستكمال عمليات بناء جميع المقاسم التابعة لها في منطقة ماروتا سيتي بدمشق. اشتهرت هذه الشركات بنشاطاتها التجارية خلال الحرب السورية، ويعتبر مالكها من المقربين إلى الدائرة الضيقة للنظام. ارتفعت رسوم وأقساط المدارس الخاصة بشكل كبير، إذ وصلت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة في مناطق سيطرة النظام السوري وفق موقع بزنس تو بزنس المحلي. وقال الموقع إن رسوم القسط المدرسي للعام الدراسي الحالي وصلت لأكثر من 17 مليون ليرة، بارتفاع بلغت نسبته 100% عن العام السابق، مضيفا أن تلك الأسعار أجبرت غالبية السوريين على سحب أولادهم من المدارس الخاصة ونقلهم إلى المدارس الحكومية رغم رداءة التعليم فيها، وذلك لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف التعليم الخاص. توفي شخصان من طالبي اللجوء وفقد آخر إثر غرق قارب يحمل 34 شخصا من سوريا ومصر وبنغلاديش في جنوب مدينة سيراكوزا بجزيرة الصقلية الإيطالية. وأعلن خفر السواحل الإيطالية بأنه تلقى نداء استغاثة في وقت متأخر من ليلة السبت الفائت من قارب يبحر على بعد 17 ميلا من سواحل الجزيرة وعلى متنه مهاجرون. وأفاد بيان خفر السواحل بأن عمليات البحث والإنقاذ تمت بعد إرسال زورق وطائرة إلى المنطقة ونقلهم إلى ميناء سيراكوزا من دون ذكر جنسيات المتوفين. ضمن فريق اللاجئين أول ميدالية أولمبية في تاريخه خلال دورة الألعاب في باريس، وذلك بعد فوز لاعبته الملاكمة الكاميرونية سيندي نغاميا على منافستها الفرنسية دافينا ميشيل في ربع نهائي وزن المتوسط للسيدات. هذا ويعتبر تأهل اللاعبة الكاميرونية نغاميا إلى دور النصف النهائي، حصد كأقل تقدير الميدالية البرونزية بحسب قوانين اللعبة، ويعتبر إنجاز لاعبة الملاكمة إنجازا تاريخيا للفريق الذي تم تشكيله في عام 2016. هذه الجولة مستمرة بعد الفاصل.
نباشر يومنا معا ببسمة تفاؤل وقصة أمل ودليل عمل ليشرق فينا صباح سوريا. ومن المهجر نستقصي حكايات أهلنا ونجمع أخبار سوريا والعالم في الجولة ونشرة الرابعة، لنستوفي كل ما يهم من أخبار في سوريا في العاشرة، غير متناسين ضرورة تحليل الخبر وما وراءه في سوريا اليوم. ولأن وسائل التواصل هي لغة العصر، نعيد النشر والتغريدة بلمسة خاصة في ريبوست، ونستكمل كل ما فات ونقول المقولة في ما تبقى. وكي لا تختلط الاتجاهات وتشتبك، نحلل المشهد العربي والدولي في المؤشر، مستمدين من منتدى دمشق دليلاً نستهدي به ونضيء عوالم الأفكار. ومن الذاكرة السورية نتعلم لنتجاوز الأخطاء ونسترشد بالمنارات، وبتشويق الملاعب ونبضها الحي نطل عليكم في شوط إضافي، فاردين للثقافة شاطئاً مديداً يصلنا بأنفسنا والآخرين في ضمائر متصلة. مع قصف متواصل، عشرات الضحايا بغارات للاحتلال الإسرائيلي على مدارس في غزة والأوبئة تفتك بأهالي القطاع بسبب نقص المياه النظيفة. في سباق الوصول إلى البيت الأبيض، كامالا هاريس تتقدم في استطلاعات الرأي وتجري مقابلات لاختيار نائب لها. التوتر يتصاعد، كوريا الشمالية تنقل 250 قاذفة صواريخ إلى الحدود مع جارتها الجنوبية. ارتفع عدد قتلى القصف الإسرائيلي على مدرستي النصر وحسن سلامة إلى 30 شخصاً بحسب ما نقله جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة. وأفاد المتحدث باسم الجهاز محمود بصل أن الاحتلال استهدف مدارس تؤوي نازحين متسبباً بعشرات الإصابات، مشيراً إلى أن 80% من ضحايا المجزرة من الأطفال والنساء، في حين ارتفع عدد المدارس التي تم استهدافها في أقل من 24 ساعة إلى 3 في مناطق متفرقة في القطاع. يعاني آلاف النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة من صعوبات كبيرة في الحصول على المياه الصالحة للشرب أو المياه للاستخدام اليومي، خصوصا بعد تدمير الجيش الإسرائيلي لخطوط المياه بشكل كامل، ما يهدد بتفاقم انتشار الأوبئة والأمراض. يوم بجهانة وبنعاني احنا في المي، بنحط مصاري بنحط يعني فلوس عشان نجيب مي ونجيب هذا، بنعاني في المي زي ما انت شايفه هيك، ربنا يفرجها علينا وعلى الامه كلها يا ربي. كنا نصحى من النوم على 6 الصبح، كنا بناخذ الشمس المدرسه وبروح على المدرسه نتعلم ونقرا، هلقيتها صرنا نصحى من الصبح ناخذ قلم المية وبنروح بنصف دور. فيما يخص قطاع المياه، أقدم الاحتلال الإسرائيلي على تدمير أكثر من 26 بئر مياه من أصل 37، وكذلك تدمير محطة التحلية، بالإضافة إلى 220 كيلومتر طول من شبكات وخطوط المياه الناقلة. هذا أثر بشكل كبير على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في خيمة.
تنضم إلينا من أمام مشفى شهداء الأقصى في غزة شروق شاهين مراسلة تلفزيون سوريا. مرحبا بك معنا شروق. إذن شروق، مع استمرار الانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، دعينا في الصورة لديك، وأيضا الغارات التي وصلت إلى المدارس أيضا. نعم ديما، الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الماضية كثف من غاراته على المحافظة الوسطى لقطاع غزة. قبل قليل كان هناك استهداف إسرائيلي لمركبة مدنية تتبع هذه المركبة لجهاز الشرطة في منطقة المطاحن، حيث كانوا يقوموا بعملية تأمين للمساعدات والشاحنات المحملة بالمساعدات إلى مناطق وسط قطاع غزة، لكن الجيش الإسرائيلي استهدف هذه المركبة مما أدى إلى استشهاد 5 من الفلسطينيين من رجال الشرطة، وتم نقلهم إلى هنا مستشفى شهداء الأقصى الواقع في مدينة دير البلح. كذلك هناك تم تشييع قبل قليل جثامين هؤلاء الشهداء من قبل ذويهم وأقاربهم، ونقلت الجثامين إلى المقابر المحيطة بهذا المستشفى. هذه الجثامين ليست الوحيدة التي وصلت إلى قطاع إلى مستشفى شهداء الأقصى، هناك شهيدان وصلا إلى المستشفى بعد استهداف إسرائيلي أيضا لمركبة مدنية كذلك من نوع توك توك في بلدة الزوايدة، تحديدا عند مدخل هذه البلدة على شارع صلاح الدين. وبحسب شهود العيان قالوا بأن الجيش الإسرائيلي عبر طائرة الاستطلاع قام باستهداف هذه المركبة بثلاثة صواريخ من هذه الطائرة، مما أدى إلى ارتقاء الشهيدين اللذان وصلا إلى هذا المستشفى. أيضا كان هناك استهداف قبل قليل لشقة سكنية في مخيم البريج، حيث وصل إلى المستشفيات بما فيها مستشفى العودة شهيدة جراء هذا الاستهداف الإسرائيلي، لكن يجري أيضا عملية البحث عن جثامين لشهداء آخرين في ذات الشقة من قبل طواقم الدفاع المدني. مساء الأمس الجيش الإسرائيلي اغتال أيضا وكيل وزارة الاقتصاد في مدينة دير البلح في منزله وعبد الفتاح الزريعي، وأيضا يتعمد الجيش الإسرائيلي استهداف المسؤولين بالوزارات المختلفة، تحديدا وزارة الاقتصاد التي تعمل على ضبط الأسواق والمحال التجارية وأيضا تأمين المساعدات وفحص الإمدادات الإنسانية التي تدخل تحديدا المواد الغذائية. يريد الاحتلال الإسرائيلي من وراء هذه الاستهدافات ديمة زرع حالة من عدم الاستقرار المدني داخل قطاع غزة، وأيضا باستهدافه لأجهزة الشرطة يعمل من خلال ذلك على نشر وانتشار الفلتان الأمني وكذلك الفوضى. هناك بعض من شاحنات المساعدات تتعرض للسرقة من اليائسين، كما أطلقت عليهم وكالة الغوث تشغيل اللاجئين أونروا في الأشهر الماضية. وأجهزة الشرطة الفلسطينية تعمل في بعض الأحيان على تأمين هذه المساعدات، لكن الجيش الإسرائيلي يقوم باستهدافهم بشكل مباشر. هذه ليست التطورات الوحيدة، كان هناك أيضا حديث عن اشتباكات بين قوات الاحتلال والفصائل الفلسطينية تحديدا في مدينة رفح، وأيضا جرى الحديث عن عملية إطلاق لعدة صواريخ 15 صاروخ من جنوب القطاع باتجاه منطقة غلاف غزة. وأيضا بالنسبة للتطورات الميدانية في مدينة غزة تتعرض أيضا لغارات إسرائيلية. كان هناك يوم أمس مجزرة إسرائيلية ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مدرستين، مدرسة من بينها مدرسة النصر، وراح ضحية هذه المدارس التي ارتكب الاحتلال الإسرائيلي فيها مجازر نحو 30 شهيدا بينهم نساء وأطفال، وهناك العشرات من الجرحى وبينهم أيضا حالات خطيرة. ماذا عن الصعيد الإنساني شروق، وانتشار الأمراض والأوبئة أيضا في القطاع، وكيف يتم التعامل مع الإصابات الحرجة أيضا؟ The
نعم، يعني الوضع الصحي داخل المستشفيات في غزة في غاية التعقيد. هناك بعض الإمدادات التي تدخل كما رأيناها يوم أمس كانت عبارة عن 40 سريراً لقسم الطوارئ والإسعاف في مستشفى شهداء الأقصى لمساندة هذا القسم الذي يعاني من اكتظاظ ونقص، أيضاً اكتظاظ بالجرحى ونقص كذلك بالأسرة. المستشفيات في غزة تحتاج إلى عدد كبير من هذه الأسرة خصوصاً في ظل الاستهدافات الإسرائيلية. من ناحية أخرى هناك ضغط أيضاً على المستشفيات ليس فقط من الجرحى، من المرضى وكذلك المصابين بالأمراض والأوبئة التي باتت منتشرة بشكل واضح. بحسب الأونروا تحدثت ديما عن إصابة نحو 40,000 مواطن بالكبد الوبائي نتيجة الاكتظاظ بين النازحين سواء في الخيام وحتى مراكز الإيواء، وهناك تحذيرات أيضا بالإصابة بمرض الكوليرا. وكذلك كل المناطق في قطاع غزة تعاني من هذه الأمراض نتيجة أيضا انتشار وتراكم أطنان من النفايات. هناك انهيار لنظام إدارة النفايات في القطاع بسبب الحالة التي وصلت إليها البلديات جراء نقص الوقود أو أزمة الوقود ونقص المعدات اللازمة، وأيضا الخطر الذي يواجه عمل هذه البلديات والاحتلال الإسرائيلي الذي يمنع دخول البلديات إلى مكبات النفايات الموجودة في المناطق الشرقية لقطاع غزة، وبذلك تضطر البلديات إلى وضع النفايات في مناطق بين مناطق النازحين وأيضا مراكز الإيواء لعدم مقدرتهم الوصول إلى أقصى المناطق الشرقية حيث المكبات الرئيسية للنفايات. بطبيعة الحال تراكم النفايات ونقص أيضا المستلزمات النظافة، حتى الآن الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال هذه المستلزمات بالكميات الكافية إلى قطاع غزة، ونقص هذه الكميات يؤدي بطبيعة الحال ديما إلى انتشار الأمراض. شكرا. والطفح الجلدي الذي بات أو بتنا نراه بشكل واضح على أجساد الأطفال في المستشفيات وكذلك في الخيام. شكرا جزيلا شروق شاهين مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من أمام مشفى شهداء الأقصى، شكرا جزيلا لك. نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر لها قولها إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أضاف شروطا جديدة إلى مفاوضات صفقة تبادل الأسرى، وأوردت القناة أن من بين تلك الشروط ترحيل عدد من الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية إلى الخارج. وذكرت المصادر أن هؤلاء الأسرى متهمون بقتل إسرائيليين وعددهم قرابة 150 شخصا، موضحة أن نتنياهو يقترح ترحيلهم إلى دول مثل تركيا أو قطر وعدم عودتهم إطلاقا إلى قطاع غزة أو الضفة الغربية المحتلة. أظهر استطلاع للرأي نشرته شبكة سي بي إس الأمريكية أن 50% من الناخبين يريدون التصويت لنائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن كامالا هاريس، مقارنة ب 49 لدونالد ترامب. وبحسب الشبكة فإن كامالا هاريس المرشحة المرتقبة للحزب الديمقراطي قلصت الفارق مع منافسها الجمهوري دونالد ترامب في نوايا التصويت بانتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر تشرين الثاني المقبل. يأتي ذلك في الوقت الذي تجري فيه هاريس مقابلات مع شخصيات لاختيار مرشحها لمنصب نائب الرئيس. أعلنت كوريا الشمالية إرسال 250 راجمة صواريخ إلى الحدود مع جارتها الجنوبية. وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن مراسم نقل قاذفات الصواريخ إلى القوات العسكرية على الحدود الجنوبية أقيمت في بيونغ يانغ تحت إشراف الزعيم كيم جونغ أون. وقال جونغ أون في خطاب له إن هذه الأجهزة هي أسلحة هجومية تكتيكية محدثة
مؤكدا على أنه مصمما شخصيا أو مصممها شخصيا. ختام هذه الجولة الإخبارية مشاهدينا، إلى اللقاء بأمان الله.